لله سيد الخلق وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، زملائي وزميلاتي أطباء المستقبل، الدكتور معاوية أبو جابر، الدكتورة فاطمة محاسنة، أحييكم بتحية رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيماناً من مبادرتنا، مبادرة The Good Doctors، بأن العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وإيماناً منا بضرورة أن نكون خير الأطباء علماً وعملاً، عملنا في سلسلة ورشات كارير باثوي على تقديم معلومات مفصلة عن طرق الاختصاص في مختلف دول العالم لطلبة كليتنا الأعزاء، محاولة منا لتقديم يد العون لهم في ظل المستقبل المجهول والمنافسة العالية. فبسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ نجاحاً جديداً، وباسم مبادرتنا نرحب بكم جميعاً. نحن مانيجرز الورشة فاطمة روابعة حلب نعيسة مهج دفات في خامس ورشات هذه السلسلة عن الاختصاص في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعد لطلبة الطب حديثهم الشاغل، والذي سرعان ما تتهاوى إلى مسامعنا أخباره منذ أولى خطواتنا في كلية الطب. فلماذا أمريكا؟ ولماذا هو الطريق الأكثر انتشاراً؟ ولماذا يلقى صدى كبير في مجال الاختصاص؟ نستضيف اليوم الدكتور القدير معاوية أبو جابر، خريج جامعة اليرموك من أوائل دفعة 2019، مقيم أطفال سنة ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة أوكلاهوما. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا جدا على حضورك. أول شيء أنا بشكر كل واحد إجا وأخذ وقته ويعني يحضر معنا وبعض طلاب الطب، عندهم يعني أشياء كثيرة وكثيرة في السنين كلها، فبشكر كل واحد أخذ وقته وإجا هون عشان يشوفني، وإن شاء الله إنه كلنا بنستفيد وبننبسط ونتعلم من بعض، وبشكر القائمين على المبادرة الرائعة هاي الصراحة، وشكرا دكتور محاسن إجت حضرت، وبشكر دكتور زوجتي دنا أبو سالم إجت اليوم تحضر معي. هلا راح نيجي هون على السلايد هات، انت راح تمشي طيب، خلينا نرجع على السلايد الاول. اول واحد بالكفوف الضوء. انا زي ما حكوا انا مقيم السنه الثانيه حاليا، بخلص السنه الثانيه شهر 7 وبلش السنه الثالثه شهر 7 برضه، وبتخرج من الاقامه 2026 ان شاء الله. راح نحكي اليوم شوي عن عن تجربتي الشخصيه اولا في الاقامه في امريكا، وثانيا شويه اشياء وداتا عامه هم بيكونوا جماعه الماتش ناشرينها. راح يكون في فقره للاسئله زي ما فهمت. أنا كنت بالكلية من أول دفعة 2013، وخرجنا 2019 امتيازي من وزارة الصحة 2020، اشتغلت في مركز الحسين للسرطان من 2021 2023، عملت ستيب 1 بنهاية 2022، كنت يعني بعد ما تخرجت بثلاث سنين، وستيب 2 بعده بست شهور، وبعدين قدمت على 102 بروجرامز، اجاني 7 مقابلات وانتجت واحد فيهم. هلا هون في المفروض يكون سؤال عشان اعرف، يعني ما شاء الله في اليوم حضور كثير، عشان اعرف الاودينس انتم اي سنه. اذا بنعمل نكست بيشتغل سلايد. لا ما اشتغل، بيكون في سلايد. هون من سنه اولى؟ سنه اولى. اوكي، سنه ثانيه. اوكي، سنه ثالثه. ما ضمن سنه ثالثه، سنه رابعه. يعني لحد الان فايف، ثالثه ورابعه، خامسه. شكله عندكم امتحان اليوم صح؟ بدكم تطلعوا؟ اوكي.
مين سنة سادسة؟ أوكي اثنين. مين متخرج أوريدي؟ واحد. أوكي ممتاز، يعني معظمنا سنة ثالثة ورابعة. ممتاز. هلا أول إشي راح نحكي عنه إنه ليش أمريكا؟ راح أبلش أحكي عن الإيجابيات. طبعاً هاي مش مرتبة على حسب، يعني هي أنا مرتبهم عشوائي، يعني مش وهاي كل أشياء يعني من وجهة نظر الشخصية، مش يعني ممكن يكون إيجابي بالنسبة لي سلبي لغيري، بس بشكل عام. أولاً التريننج هناك يعني الإقامة والتعليم الطبي هناك كثير ستراكتشرد، وبتكون أنت يعني في لك خطة وبتعرف يعني كم يوم لازم تداوم، كم ساعة لازم تداوم، وين لازم تداوم، وكل إشي فيه له إيفاليويشن مرتب أكثر بكثير. فهاي يعني من الإيجابيات. الإيجابية الثانية السلايد إنه جلوبال ريكوجنيشن أمريكا بتفتح لك صراحة يعني أماكن كثيرة، يعني سواء يعني قررت ظلك في أمريكا تروح على بلدان تانية، البورد الأمريكي يعتبر يعني من أقوى البوردات اللي واحد تكون معه. ريسيرش أوبورتيونيتيز هناك كثير، يعني في وزن وقت للريسيرش. هون إذا أنت بدك تعمل ريسيرش ممكن تقدر تعمل ريسيرش، بس حيكون زيادة عن شغلك، هناك راح في لك وقت مخصص إنك تعمل فيه ريسيرش. هاي شيء كثير مهم. سوشياليزيشن أوبشنز هناك في كثير، الفيلوشيبس كلها متاحة وكلها الواحد سهل يروح عليها يعمل ايش ما بده المكان اللي بده اياه. الكارير جروث هناك انه الاعداد الناس يعني كثير كبيرة، فهناك انت بتتطور وظيفي اسرع منهم رأيي انا، واسرع من اماكن ثانية. ماديا هناك الرواتب تترون يعني يعني من احسن الاماكن برضه، رح نحكي عنها كيف. هلا هاي عن جامعتي انا مثلا الا سنه 2024 25. بي جي واي هي اختصار البوست جرادويت يير، اللي هو سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه. هذا الراتب بيكون راتبك بالسنه. هلا انا بروح على السلايد اللي بعده. مثلا انا بي جي واي 2 63000، هذا بسموه الجروس باي عشان الناس كثير بتسال عنه. هناك الرواتب مو شهريه، باي ويكلي، كل اسبوعين بنزل لك راتب. هناك لأنه بالسنة في 12 شهر، في شهور فيه 28 يوم، في شهور فيه 31 يوم، فمو عدل أنت يعني نفس اللي بتداوم فيه 28 يوم تأخذ نفس الراتب المشتغل فيه 31 يوم. فهناك أنت كل أسبوعين كل 14 يوم ينزل لك راتب. فإذا نقسم هذا الرقم على 6، هلا بالسنة في 54 أسبوع، فإذا كل أسبوعين 26، الجروس باي اللي هو 2450 تقريبا. هذا اللي هو انت قبل ما ينخصم منه اي شيء. ديدكشنز اللي هم الخصومات، اول واحد بروح تامين الصحي كل اسبوعين $355. انا هذا طبعا ارقامي انا، بتختلف عن ارقام حدا ثاني. انا عندي زوجتي وبنتي على هاي الخطه، اذا انت ما معك حدا لحالك بتكون هذا الرقم اقل. والضرائب اللي هي للحكومة الفيدرالية وللولاية 351، فبيضل عندك انت بينزل لك اخر اشي بعد ما يخصم كل اشي 1741، هذا كل اسبوعين. تكلفة الحياة هناك طبعا امريكا مش مستشفى، امريكا مش دولة، امريكا قارة، ففي بعض الولايات تكلفة معيشة فيها 3-4 اضعاف اماكن ثانية بامريكا نفسها. الولاية اللي انا عايش فيها اسمها اوكلاهوما، هاي يعني تعتبر متوسطة، يعني تعتبر تكلفة المعيشة فيها من أقل الأماكن يعني في أمريكا. هاي الأرقام اللي بحب يتفرج عليها. الإيجار مثلاً هيك بيكون، فاتورة التليفون، تأمين السيارة، البنزين، فبضل معنا تقريباً $580. هدول بنصرف منهم إحنا لمدة الشهر أربع أسابيع. طبعاً هاي الأرقام للريزيدنسي. هلا النقطة المهمة اللي لازم الكل يعرفها انه انت راتبك بالإقامة ما بتكون تاخذه من المستشفى، بتكون الحكومة الفيدرالية هي بتدفع للمستشفى والمستشفى بدفع لك. عشان هيك مثلا تلاقي المستشفيات ما بتتحكم كم عدد المقيمين اللي بيكون عندها، على حسب كم بيجيها دعم من الحكومة، انه مثلا بيسمحوا لك تاخذوا 15 مقيم، فهم كل ما سمحوا لهم اكثر كل ما اخذوا المقيمين اكثر. والارقام هاي ثابته مش بس المستشفى، يعني مش ثابته نفس الرقم، يعني بلس ماينس 1000 2000 بين الاختصاصات كلها والولايات كلها. اوكي. هلا بعد ما تتخرج انت وتبلش يعني يا اما بتقدر تشتغل بالبورد اللي معك دايركت، او تقرر تعمل فيلوشيب. هلا بالفيلوشيب بتصير انت بي جي واي 4 5 6، يعني ما يعني نفس يعني كل PGY كل ما تزيد بيصير راتبك $2000 كل سنة.
اذا قررت تروح فيلوشيب بتزيد 2000 عن تروح سنه ثالثه، لكن اذا قررت انك تشتغل مثلا كنت عامل بار، كنت عامل تخدير، كنت عامل whatever، تشتغل بكون راتبك من 5 لـ 6 أضعاف راتبك بالإقامة، وبتبلش أنت تشوف الحياة يعني زي ما بيحكوا تشوف الفاينانشال والحقيقي. لكن أثناء الريزيدنسي يعني بتعيش حياة عادية، مش إنه والله كتير الفلوس بتكون. إيش كان السلايد قبله؟ أوكي، كالتشر نورشمنت هناك في أنت هاي يعني طبعاً إيجابية بالنسبة لي، ما أنت بتشوف ناس أمريكا زي ما حكيت قارة، بتشوف ناس كثير من كل العالم، كل الثقافات، كل باكي جراوندز، بدك تشتغل معهم، بدك تحكي معهم، بدك فهاي يعني بالنسبة لي الإكسبيرينس حلوة كانت. الإميجريشن بنفيتس هناك إذا أنت قررت، هلا إحنا هنا الفيزا اللي بروح عليها على أمريكا اسمها جاي فيزا، في هاي معظم اللي بروحوا جاي فيزا اللي هي يعني تعتبر working فيزا. في ناس بروح على H1B اللي هي بتكون فيزا نوع تاني working فيزا، بس يعني من البروسيس تبعها صراحة مش كتير familiar معها، بس يعني 95% أو إذا مش أكتر بروح على جاي فيزا. هلا الجاي فيزا من شروطها أنت بتروح على أمريكا في شيء اسمه 2-year رول، إنك أنت توقع تعهد مع وزارة الصحة الأردنية من هون ومع أمريكا إنه أنا بعد ما أخلص التريننج إني أرجع على بلدي وأشتغل فيها مدة 2 سنين، بعدين بقدر أروح على أمريكا أشتغل مرة تانية. هلا ما حد بيعمل هيك طبعاً في أمريكا، لأنه بدهم ناس يعني هم ما مش مستر يعني هم بيحكوا لك إذا بتيجي عندنا تشتغل بمنطقة underserved، يعني بمنطقة بتكون ريفية أو بمنطقة يعني بحاجة لأطباء، ممكن يعني to waive this rule. عشان هيك بس تسمع كلمة بعمل waiver معناها إنه بكون بيشتغل منطقة underserved بأمريكا عشان ما يضطر يرجع الأردن. هلا بعد ما تخلص أنت من الإقامة وتعمل waiver ship هاي تتغير visa status تاعتك، وإذا بتشتغل عدد سنين معين بتفرق من ولاية لولاية، بتفرق على حسب شو حالتك وكم إلك هناك، ممكن إنك تأخذ الجرين كارد، ممكن بعد وقت إنك تأخذ الجنسية. هاي الأشياء مش موجودة ببلاد كثير برا، إنك أنت بتقدر تأخذ الجنسية تبعتهم حتى لو كنت بتشتغل أنت سنين هناك مثلاً. فهاي بالنسبة لي بنفت برضه. الـ INGs اللي هم الانترناشنال ميديكال جرادويت جينا زينا، إحنا جزء لا يتجزأ من الطب من الهيلث كير سيستم الأمريكي، ما بيستغنوا عنا وبحتاجونا كثير، لأنه مش كل الناس عايشين في أمريكا أمريكان هيك فكروا فيها. في كثير ناس بيحكوا لغات تانية، إذا أنا المستشفى أنا أشتغل فيه في patient panel إذي بس بيحكوا عربي ما بيحكوا إنجليزي، فهم من مصلحتهم يكون عندهم دكتور بيحكي عربي كامل غير إنجليزي، فهم بيحتاجونا وبيعتبرونا إنه إحنا يعني إحنا إضافة جيدة للهيلثكير تبعهم، فـ they need us كمان، مش بس إحنا حابين نروح، هم بيحبون إحنا نروح عندهم برضو هاي اللغة تانية. ومسهلين لنا أشياء كثير، يعني كل إشي واضح ومعروف ومكتوب، فيش داعي يعني ما في إشي مش واضح في البروسيس إنه كيف بدي أطلع على أمريكا. إمباكت باك هوم طبعاً هاي نقطة كثير مهمة للناس اللي حابين يرجعوا هون، لكن أنت بترجع بتجيب معك الإكسبيرينس تبعتك، ممكن تدرس بجامعتك، ممكن إنك تخدم المرضى تبعونك. أنا مثلاً من محافظة مادبة، ممكن ترجع هناك بتعمل عيادتك وتساعد أهل منطقتك ويعني تفتح عيادة هناك وإنه تستخدم زي ما أنت تعلمت هناك، فهذا تأثير إيجابي طبعاً على البلد اللي أنت طالع منه. هلا شوية سلبيات، هاي نفس الشيء، هاي من وجهة نظري، ومش مرتبين على حسب الأهمية، ممكن الشيء هون الواحد بينفت برضه. الإكسامز أول إشي إنه هون إنه أمريكا في إلها امتحانات طبية وامتحانات لغوية، في الستيب 1 ستيب 2 وفي الامتحان الـ OET هذا، وفي امتحانات كمان هناك أثناء الإقامة كل سنة لازم تعمل، كل سنة لازم تعمل امتحان بورد صغير هيك بيكون عشان تتخرج السنة بعدها. هلا رح نحكي عن الامتحانات بالتفصيل أكثر مع نور برضه. Competitive process هلا في تنافس على أمريكا، إنه يعني زي ما بتعرفوا إنه يعني ما شاء الله اليوم في كتير ناس، إنه كتير ناس مهتمين وعارف إنه حابين يروحوا على أمريكا، بس هذه مش يعني ممكن تكون مو سلبية، إنك أنت بتروح هناك يعني
وانت بالبروسيس نفسه انك تعمل الامتحانات وتقدم على الفيزا وتسافر وتظبط امورك، تتعلم اشياء كثير ولايف اكسبيرينسز كثيره. بس انه مهما كان يعني رح تضلك لاخر يوم وانت يعني في ستريس هيك انه اذا ما زبطت اموري اذا قصر معي. في كثير ناس مقدمين يعني هذا جزء من العمليه، هو شيء احساس طبيعي كثير الواحد يحس فيه. نروح بالسلايد اللي بعده. فاينانشال بردن. هلا الامتحانات يعني لامريكا نفس الامتحانات نفسها الستيب 1 اليو وورد، هذا اذا انت بس بدك تشتري فيرست ايد تدرس يو وورد تقدم امتحانات. فعندك ستيب 1 ستيب 2 كل واحد له فيز واليو وورد تبعته، وستيب 2 فيز واليو تبعته، بعدين او اي تي، بعدين انت بس خلصت الامتحانات كلها بدك تقدم على الاي سي اف ام جي سيرتيفيكت هاي، وهاي لحالها $1000 برضه. فانت خلصتهم هدول، لما تيجي تقدم على الماتش كل مستشفى بدك تقدم عليه بدك تدفع له شويه فلوس. بعد ما متشت بدك تسافر من هون هناك، وبعدين بدك تستاجر بيت بدك تشتري يعني تشتري اشياء عشان تبلش وهتركب. فهي تعتبر يعني من الاماكن شوي في البدايه، لكن يعني هاي بالنسبه لي كانت سلبيه صراحه. البعد طبعا الدول الثانيه اللي بروحوا الزملاء عليه زي المانيا وقطر وبريطانيا يعني 3-4 ساعات بتكون بالاردن هون. احنا يعني اخر مره جينا هاي طلعنا الاحد وصلنا الثلاثاء يعني يومين واحنا هيك. ف اولا هذا، وثانيا فرق الوقت كثير كبير يعني بتصحى بكون الناس اللي هون بدك تحكي معهم خلص بدهم يناموا، فهي سلبيه برضه. كلتشر ادجستمنت فيه يعني شوي لما حكينا انه انت بتتعرف على فئات ثانيه، برضه في كثير هناك اشياء انت راح تنصدم فيها وراح مضطر انك تتعامل معها غصب عنك. ف يعني ممكن تكون مش زي اللي انت متربي عليه ومتعود تشوفه. ف يعني راح تطلع out of your comfort zone غصب عنك هناك من الكويت سيستم. الفيزا هلا 99.9% من الناس ما بصير معهم مشاكل بالفيزا، لكن it's still a process بدك تقدم وتروح وتوقف. يعني في يعني فيزا تبعتهم كمان مو سهل، بدك تجددها سنويا كل مره، يعني كل سنه بدك تجددها، ما بعطوك فيزا 5 سنين مثلا وبس، كل مره بدك تجددها. pressure to stay طبعا تروح هناك بتصير بعد انه شو اعمل اضل هناك ارجع الاردن، هناك في مصاري بروح بس انا بالاردن عند اهلي. يعني في كثير اشياء وتشعبات واحد بيضطر يتخذ قرارات صعبه ممكن تكون. هلا اول شيء انت راح نبلش نحكي هاي كانت ايجابيات سلبيات. حدا عنده اي سؤال لحد الان؟ اوكي. هلا انت بتتخرج من كليتك بتاخذ شهادتك بتعمل امتيازك بتزاول، بعدين في شيء اسمه ECFMG اللي هي Educational Commission for Foreign Medical Graduates او لجنه تعليميه لخريجين الطب الاجانب. هاي اللي هي بتربط بين الناس المتخرجين برا الاردن وبين كليات الطب او البروجرامز الاقامه في امريكا. انت بتقدم امتحانات عن طريق هذول الناس الـ ECFMG. هلا راح نبلش نحكي شوي عن الـ USMLE والـ Step 1. كم نادى إعلان صوت الكاميرا؟ ودي الإعلان. الكاميرا فلتت. إدواري مسكها لحد ما أنادي إعلانة. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم موجود معنا ضيوف، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا والله كثير، راح نستفيد منكم. بس برضه موجود معنا ضيف كثير مميز، ضيف كسر قاعده انه ما بقدر ادرس ستيب خلال البيسك او حتى بالجامعه. كان في وقت معين شاركته بابحاث داخل الكليه، والصراحه اللي بقدر احكي انه هذا ضيف بيستحق نجاحه بالستيب وبامور اكبر بكثير، لانه مثال للعمل والاجتهاد والصبر. خلينا نرحب كلنا بنور بدر زميلتنا بالكليه. ولكن كل فقط نجحت من الستيب 1 سنة ثالثة
مشان نهاية سنة ثالثة، مشان تكون أصغر حدا نجح بالستيب بمستوى الكلية إن لم يكن على مستوى الأردن. أهلاً وسهلاً. مرحبا، يعطيكم العافية. أنا نور بدر وبشكر كثير استضافة اليوم والكلمة الجميلة اللي حكاها حذيفة، وبقدر كل الدعم اللي كل واحد منكم اللي بعث لي بيرسونلي أو على بوستات. عن جد بقدر من كل حدا، بقدر من كل حدا الكلمة اللي حكاها وعن جد أثرت فيه. وأنا اليوم بدي أعطي إكسبيرينس بسيط عن اللي أنا عملته، لأنه فعليا كل حدا قادر يعمل هذا الاكسبيرينس، وقادر انه كل شيء هو بفكر فيه، يعني the limit is truly the sky. واليوم ان شاء الله بقدر افيدكم ببعض المعلومات والريسورسز اللي انا استخدمتها عشان ان شاء الله كل حدا ناوي يخطو هاي الخطوه يكون قادر وامباورد انه يعملها. في البداية حابة ارحب فيك نور، اهلا وسهلا، لنا شرف كبير انك جيتي حضرتي معنا اليوم لبيتي هاي الدعوه. طبعا دائما احنا خصوصا سنوات الطب الاولى بتكون جدا يعني مضغوطين، اول ما نتعرف على طب كطب يعني نكتشف حالنا فيه، ما بنكون محددين الطريق اللي احنا بدنا نسلكه. حتى خلال سنوات الطب بنغير اكثر من مره شو حابين واي دوله واي تخصص والى اخره. فرح نطرح عليك اليوم مجموعه من الاسئله اللي انا متاكده ان جميع الحضور متحمسين انهم يسالوك اياهم. فاول اشي، كيف عرفتي انه هذا الطريق طريق امريكا هو طريقك والمكان اللي انت حابه تكوني فيه؟ تمام، هلا هذا سؤال وجيه ومتاكده كل الطلاب مرت فيه، انا شخصيا مريت فيه يمكن مليار مره، المانيا امريكا بالبدايه. بس في شيء كان واضح في طريق امريكا، خصوصا كطلاب انت كعلم دراستك لليو اس املي حتكون تضمن لك انك انت تكون كطالب مميز وكل المعلومات اللي عندك كريم اوف ذا كروب. وبهاي يعني العقليه انه انا بدي اكون عندي هذا العلم فعليا، وبدي برضه لقدام يعني بس تشوفوا الجوب بروسبكتس، خصوصا بعض التخصصات زي الباطنه زي الاطفال هاي احسن اوبشن. طبعا باشياء ثانيه انه هاي احسن اوبشن وبتنمي الجزء الاكاديمي عندهم، حتى بالاقامه عندهم دايداكتكس اشياء لها يعني الدكتور تفضل في حكيها. هاي كلها اشياء دورت عليها وفعلا جذبتني. وبالاخر يعني انت بس تتخرج من اقامه امريكيه بتكون شخص معتبر بشكل اكبر من كثير دول ثانيه. طبعا كل الدول رائعه بس يعني تقديرك خصوصا بالدول العربيه بتكون رائعه حتى لو الواحد قرر يرجع. فهذا كان قرار يعني كبير بالنسبه لي، وبرضه يعني كان زي صعب بس بشجع، يعني هذا إشي صعب بس ان شاء الله اقدر اعمله وعن جد شجعني. طيب دول، متى بدأت تجهيز الامتحان؟ يعني بعد هذا القرار متى قررت انه انا لازم ابلش؟ تمام، بدي احكي انه ممكن حدا يبدا افضل مني كمان، بس انا قررت ابدا مع بدايه السيستمات، يعني مع الار اس بتوقع اول سيستم اللي هو ثاني فصل من سنه ثانيه. كل سيستم كنت ادرس معاه اليو اس املي وامشي معاه، ووقت الاجازات اي فيل ان ذا جابس. طيب نور، بدي اسالك سؤال متاكده انه الكل بيساله، شو كانت مصادرك الدراسيه؟ طبعا هذا شوي اكستنسيف وحاعد نرتوف فيه، بس تحملوني وان شاء الله اقدر افيدكم. برضو حطيت بعض المصادر للجروب ان شاء الله حيوروكم اياها. هلا بالبدايه كان واحده من احسن الريسورسز خصوصا كحدا بالبدايه بادي يدرس ما عنده باك جراوند بالسبجكتس كانت كورس الحسيني، لانه دخل فور مي، يعني I'm not taking any money from him، بس فعليا كان يدخل في المواضيع from A to Z فأفهمها فعليا from A to Z. برضو في شغلتين I think are very essential في التحضير في الـ US MLA. أنا كتير بقرأ first aid كقراءة وباخذ نوتات which is brilliant، but for a really big exam زي الـ US MLA مهم إنه كل المعلومات تضلها في الدماغ. فأنا استخدمت الموقع اسمه أنكي للكاردز فلاش كارد، كنت ادور كيف الامريكان بيدرسوا، ما احنا يعني مش سبيشل، هذول بيدرسوا بسنتين، يعني عندهم البيسك يير سنتين مش ثلاث.
فكيف بيقدروا وبيمشوا وبيكملوا؟ لقيت انهم بيستخدموا هذا البرنامج تقريبا كلهم اللي هو الانكي. في ذاك اسمه انكينج كاردز فيه كل اشياء اليو اس ام لي، وبعتها برضه انه لو حابين يو داونلود ذس فيرجن. هاي مهمه لانها برضه تيوتلايزز طريقه في التعليم اسمها سبيس ريبيتيشن، انه المعلومه بتضل تمر عليك فانت ما بتنساها، وايش اسمه اكتف ريكول، انه انت بس تنسى السؤال بتتذكر المعلومه فيرسز انك تقراه او تكتبه كنوت. هلا في مصدر ثاني جينيونلي اسينشال اللي هو اليو وورلد. انت ما بينفع تدخل اليو اس ام لي اكزام بدون ما تكون مريت عليه، اكيد كلكم سمعتوا فيه، بس في شغله بدي انوه عليها، عن جد ما تخافوا تبداوا يو وورلد. يعني حتى لو انت حسيت حالك انه انا لسه فيرست ريد، في اشياء مش متمكن منها، هاي ليرنينج تول، فهي بتيجي انت يعني قد ما تحل بتحل، وقد ما البرسنتج بيطلع بيطلع، بس انت بتقرا الاكسبلانيشنز وبتفهمها اند يوتيلايز ات في الاسئله الثانيه وبترجع عليها. اهم شيء في اليو اس ام لي بريب ان ماي اوبينيون، طبعا كل حدا عنده رايه، اللي هو انك تستخدم ستدي تولز فيها اسئله. هاي كانت اسينشال. هلا الفيديو اديشنال ريسورسز كانت من الحسيني، فبعض المواد كنت اقرا احيانا بي ام بي كفيرست واي تو ريد ات، مثلا في بعض السيستمات زي جي اي لانها ات داز نيد ا لتل بيت اوف اندرستاندينج، بس كثير منها حفظ، فانه تمر علي اول شيء بالفيرست ايد، بعدين في الانكي، بعدين باليو وورلد. في بعض الاشياء زي الميكروبيولوجي، زي الانتي مايكروبيز، كثير رائع اللي هو برنامج اسمه سكتشي، بجيب زي فيديوز وخلص بتثبت المعلومه، طبعا ان كونجكشن مع الكويشن بانكس. في كمان البوردز اند بيوند، بعض الاشياء اللي مثلا انت لو مرت عليك المعلومه بدك تفهم كونسبت معين بيجيب لك اياها فيري كونسايز، يعني سمرايز بس بطريقه حلوه بتربط المعلومات. في برضه يعني اشياء بس تقرب على الامتحان ممكن تساعدك، في بي دي افس اسمه ميلمان بي دي افس، برجع يعني بعطيك مراجعه لكل الماتيريال هاي ييلد. طبعا في اشياء متعارف عليها زي الفيرست ايد، بمر على كل المعلومات، رائع، بس اجين اي وونت تو انفرسايز هاي مش بس طريقه الدراسه، يعني هاي كريفيجن، هاي ك ان كونجكشن وذ اذر ستدي تولز، بس برايي على الاقل مش طريقه انه الواحد بس يدرس عليها. وفي كل ان شاء الله يعني افيدكم بالمعلومات، وكل شيء حيكون موجود باللينكات ان شاء الله. طبعا يعطيها العافيه نور، حطت لنا المصادر جمعت لنا اياهم بعثتهم لنا، وعملنا لكم قناه تليجرام موجود سكان يعني كيو ار كود بدل على الطاوله، اللي بحب يفتح عليه ويشوف المصادر. الان يا نور قصتك يعني صراحه الهمتنا كلنا، لكن دائما الطلاب يسالوا كيف وازنتي، يعني كيف انت وازنتي بين دراسه جامعيه مع دراسه الطب مع امتحانات الطب وهيك كيف؟ طبعا اكيد it was a challenge for sure، ما احكي انها كانت سهله، بس كانت doable، يعني اي حدا منكم فعليا بيقدر يعملها. انا بالنسبه لي كنت وقت السيستم اخذ اول اسبوعين بس ادرس من اليو اس ام لي، كان يلملي كثير من المعلومات، كثير يشرح لي اياها بطريقه كلينيكال بطريقه ابليكابل، بس بعدين الاسبوعين اللي بعديهم عاده السيستم شهر، كنت اراجع كل مصادر الجامعه، اشوف السلايدات، اشوف كل شيء، اقدر اوازن بين الجامعه واليو اس ام لي. وبالنسبه لي حتى الكلينيكال اندرستاندينج من عمر صغير ساعدني كثير، وحتى وقت الامتحانات كثير ساعدني اني افهم الماتيريال بشكل كلينيكالي اورينتد بشكل عميق، وات واز فيري هيلبفل انه خلص مقسمه وقتي بالبدايه يو اس ام لي اخلصه، وبعدين بيورلي من مصادر الجامعه عشان اوازن بين الاثنين. طيب نور، احنا كلياتنا بنخاف من امتحانات كطلاب طب، كيف كانت تجربتك بامتحان يو اس ام لي لما فتتي على القاعه، لما شفتي الوقت وكل هاي الاشياء؟ تمام، انا ححكي انه فعليا الامتحان نفسه كان كثير اسهل وكثير اقل الرهبه من حتى اللي هي الام بي ام ايز البدايه، الموك اكزامز اللي بتعملوها. الامتحان عباره عن 8 ساعات، ساعه منها بريكس بس، باقي كله بلوكات، كل بلوك ساعه وكل بلوك فيه 40 سؤال. هلا بين كل سؤال بين كل بلوك وبلوك معك ممكن انت بتقسم وقتك زي ما بدك. الامتحان نفسه كان honestly a breeze بمقارنة بالان بي ام اي، يعني مع انه الان بي ام اي اللي بالموك اكزامز 4 ساعات، انا حسيت حالي مرتاحة
أكثر، قادرة أركز بشكل أكثر. أحكيكم عن جد ما بيخوف نفس الامتحان، حتى الحلو في البومتريك في بعض الامتحانات بمنعوهم أنهم يأخذوا تلفونهم، بمنعوهم أنهم يطلعوا. إحنا كيوس أمر يستثمر معك حتى تطلع برا البيلدينج. at one point فعلياً طلعت عدت أشغل إشي أسمعه، عدت هيك مروقة. ف the point here is أنه ما في إشي بخوف. إذا أنت داخل وعندك NBME اللي هو الموك إكزامز، وهي كثير مهمة أنك تاخد أكبر عدد منها، عندك الستاتس. إذا أنت your stats are good خلص أنت بتدخل بفول كونفيدنس، وإن شاء الله يعني يومها don't be afraid it's a breeze. بتاخد بريكاتها، بتاخد سناك اللي أنت بتحبه، دلع حالك في يومها فعليا و you'll be absolutely fine إن شاء الله. طبعا حابة أشكر كرول، ما شاء الله عليكي. أنا متأكدة إنه كلياتنا استفدنا وألهمتينا بقصتك، والآن ما عندكم ولا أي حجة، كلكم تقدروا إنكم تعملوا هذا الإشي. إحنا دائما نخدر حالنا بالحجج، وطبعا أنا عارفة عندكم أسئلة كثير، لكن لضيق الوقت للأسف رح نتوقف هون. أي أسئلة إن شاء الله عندكم لنور، إن شاء الله نور أكيد حتنورنا بالورشات الجاي أو بلقاءات الزوم. يعطيكم العافية جميعا. رح أبلش معكم بفقرة أسئلة طبية، أسئلة سهلة المفروض. كل طالب بيجاوب سؤال صح، طبعا أول طالب لأن المفروض في عدد يجاوبه. كل طالب بيجاوب أول سؤال صح رح ياخذ خصم من دوس سكريب. طبعا حسب صعوبة السؤال بيستناهم، في خصومات 10% وفي 15% وفي 20%. هلا أول سؤال، سبحان الله سؤال طالب. لا سهل سهل. أوكي أبلشن. A patient to present to the ER with an acute asthma exacerbation. What medication can be administered to manage his condition? Salbutamol. تمام. جماعة في سؤال، هذا سؤال. What are the major arteries that supply the GI tract? طبعا انتو تعرفوا GI tract، foregut, midgut, hindgut. بريد كارديا وهاي بلد نشاط. اها، ضغط وحده.
بتعمل ستيب 1 ستيب 2 بتخلص الامتحانات بعدين لما بحكي الاي سي اف ام جي بدك يعني بلغتنا انك تعادل شهادتك انك انت بتاخذ شيء اسمه اي سي اف ام جي سيرتيفيكت هاي انك انت بتكون عباره عن ورقه بنمشي بالضبط اي سي اف ام جي سيرتيفيكت خلينا نمشي كمان سلايد ايوه زي هيك بكون شكلها بتكون اي سي اف ام جي سيرتيفيكت بالنص هون بكتبوا اسمك انت بعدين بكونوا موقعينها بكتب كل شيء هلا هاي اي سي اف ام جي سيرتيفيكت تعادل انك انت متخرج من جامعه امريكيه اوكي مش انه نفس الفاليو لكن انت بتقدر تقدم على ريزيدنسي زيك زي واحد امريكي اوكي هلا زمان قبل كورونا كان لازم تروح تسافر وتعمل امتحان اسمه سي اس او كلينيكال سكيلز بعد الكورونا شالوا هذا الامتحان وصار عملوا شيء اسمه باثويز انك انت في ناس بيعملوا امتياز، في ناس ما بيعملوا امتياز، في ناس بيجوا من دول بيكون الطبع عندهم 5 سنين والامتياز عندهم 2 سنين يعني من كل العالم في ناس من الهند من باكستان فعنده أكثر من pathway ممكن أنت إنك تعملها عشان تأخذ السيرتيفيكت هاي. هلا أنت مجرد ما عملت step one و step two خلص مو ناقصة يعني يعني ما تفكر في pathway step one و step two هم هذول يعني أهم شغلة اللي أنت تعملها. هلا الإي سي أهم شيء السيرتيفيكت هاي. تكون صالحة لمدة 2 سنين إذا أنت أخذت السيرتيفيكت ويعني يكون معك 2 سنين تقدم على المعاش لكن مجرد ما وصلت هناك ومتشت بتتجدد indefinitely يعني بعد ما تخلص البي جي واي 1 أو سنتك الأولى من إقامة ببعثوا لك واحدة بكون مكتوب عليها valid indefinitely صالحة للأبد. هلا في كان سؤال زمان إنه كم الوقت المسموح بين ستيب 1 وستيب 2 يعني افرض أنا قدمت ستيب 1 بعدين غيرت رأيي خلص بدي أصير أروح دولة ثانية كم الوقت الماكسيموم بين ستيب 1 وستيب 2 عشان يضل أول امتحان بالد؟ في حدا بيعرف؟ بالضبط معك 7 سنين تقدم ستيب 1 معك 7 سنين تقدم ستيب 2 أوكي؟ خلينا نمشي السلايد. هلا أنت أخذت السيرتيفيكت هاي السيرتيفيكت وصلتك بالبريد لعندك على البيت أخذتها تصورت معها أمورك منيحة بدك تقدم على شيء اسمه الماتش. الماتش يعني بلغتنا بتفكر فيه زي القبول الموحد. الماتش انك تو ماتش ثينجز توجذر. انت بتفتح على موقع اسمه ريزيدنسي اكسبلورر هذا نمشي كمان سلايد. هذا الموقع عمليته الاي ام سي اللي هي الاسوشيشن اوف امريكان كولجز اللي هي نقابة كليات الطب. تقدر تفوت تشوف كل الريزيدنسي بروجرامز كل التخصصات كم مقيم عندهم من وين المقيمين هذول هل هم متخرجين امريكا متخرجين من دول ثانيه من دول ثانيه من اي دول جايين بكتب لك انك كيف بكتب لك الايميل بكتب لك كل المعلومات اللي انت محتاج انك تعرفها عن البروجرام هذا يمشي الويب هيك شكله بكون انت بتفوت اكسبلور بروجرامز بتعمل اكونت طبعا على الاي اي ام سي هاي بتفوت تحكي انا بدي بروجرامز الباطني اللي في ولاية كاليفورنيا بيطلعوا لك لائحة 50 بروجرام كاملة بتقدر تفوت على بروجرام واحد واحد وتشوف انت هيك بتعرف شو البروجرامات اول بروسيس هاي من الماتش انك انت تعرف شو البروجرامات اللي انا بدي اقدم عليها اوكي بعد ما تعمل الليستة هاي في ويب سايت اسمه NRMP خلينا نرجع 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 هذا الناشونال ريزيدنت ماتشنج بروجرام فصار عندنا 3 اشياء ECFMG الـ NRMP والـ AMC هلا انت بتفوت تعمل اكاونت على الـ NRMP هذا بتحكي لهم انا بدي اقدم على البروجرامات هاي بتحط انت السي في تبعتك يعني بتعطيهم اياها وبتعمل كليك 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 بتختار 100 بروجرام مثلا
وبتدفع لهم هم يعني بتدفع لهم هم الفلوس دايركت، انت ما بتتواصل مع المستشفيات، هم بيحكوا مع المستشفى. هلا مجرد ما تعمل سبميت الابلكيشن تبعك، كل بروجرام انت اخترته بتروح توصله السي في تبعتك ومعلومات، وبحكوا له هذا مقدم على الفنسي عندك. اوكي، هلا البروجرام بتوصله الى ابلكيشنز كامله، بيعملوا شيء اسمه يعني بيعملوا سكرينينج، بشوفوا مثلا احنا عندنا مثلا برنامج اقامه الباطنه بجامعه الاموك، مثلا اجانا خلينا نحكي 1500 ابلكيشن او 5-1 مقدمين، في عندهم شيء اسمه سكرينينج تولز. هاي سكرينينج تولز كل بروجرام كل شخص يعني مختلف، ما في شيء معمم على الكل. يعني ممكن انت تعمل سكرينينج تول تاعتك، مثلا انت تحكي يعني كنت انا من المشاكل اللي واجهتها شخصيا مش شرط تواجهها، انه في كثير بروجرامز بتقول لك اذا انت لك اكثر من سنتين متخرج ما تقدم، يعني بدنا ناس متخرجين جديد مثلا. هاي كانت نسبة صغيرة من البروجرامز، فإذا كاتبين لك هيك خلص ما تقدم، يعني ما تضيع فلوسك وتقدم عندهم. لكن في مثلا ممكن يعملوا سكرينينج تول انه يتفرجوا على الير اوف جراديويشن، اذا اكثر من سنتين هذا الابلكيشن خلص اللي ما بدنا نشوفه اصلا. هاي السكرينينج تول، فبيعملوا سكرينينج اول شيء، بعدين بيجوا بيتفرجوا على الابلكيشنز واحد واحد، وبعد ما يتفرجوا عليهم واحد واحد بيقرروا مين الناس اللي نقابلهم. ممكن يقابلوا 20% 30% 40% على حسب كم البروجرام كم بده حدا. هلا انت الانترفيوز هلا صارت على الزوم، هاي شيء كثير يعني بشجع الناس انه يقدموا. زمان كانت الانترفيوز لازم تسافر امريكا تلف على الولايات بدك $5,000 ثانيين بس عشان انترفيوز، وتعال ترجع على الاردن هون. هلا لا صار كله على الزوم، يعني هاي شيء كثير سهلت على الناس. هلا انت بعد ما تخلص انترفيوز انت بتروح بترتب البروجرامز. انا مثلا قابلت في جامعة مؤتة والتكنولوجيا واليابونك والاردنية، بحكي انا زي ما عملت على قبول واحد، الخيار المفضل عندي مثلا جامعة اليابونك رقم واحد، بعدين بدي جامعة مؤتة، بعدين التكنولوجيا، بعدين الاردنية. والجامعة من جهتهم بيعملوا نفس الاشي، مثلا يعني الجامعة كانوا مقابلين 200 واحد، بروحوا برتبوهم على حسب افضليتهم كيف احنا بدنا اياهم. هلا هذا الترتيب بيكون بناء على سكورينج سيستم، هلا راح نحكي ايش الاشياء اللي هم بيهتموا فيها على اساس انه يرتبوك عليها. هلا لا هم بيعرفوا انت شو مرتب ولا انت تعرف هم شو مرتبين، انت بترتب وتعطي للان ار بي هذول، وهم بيرتبوا بعضهم للان ار بي، والكمبيوتر لحاله بشوف مين مثلا والله هذول بدهم هذا والابلكنت بده اياهم، فذي ماتش. فهمتوا كيف؟ هاي عشان هيك بسموها الماتش. في حدا عنده يسأل على البروسيس هاي؟ اوكي. هلا هاي لل 2024 كانوا مقدمين 44,853 ابلكنت على الاقامات كامله في امريكا، كانوا 22% منهم اي ام جيز، نون يو اس اي ام جيز حتى. هلا احنا بسمونه اي ام جيز انترناشونال ميديكال جراديوتس، لو واحد فينا مع جنسيه امريكيه بصير اسمه يو اس اي ام جي، اللي ما معه جنسيه امريكيه اسمه نون يو اس ING، يعني لا هو مهن جنسية ولا درس في أمريكا. كانوا من الناس ING's 23% منهم، يعني تقريبا في 10,000 أو 11,000 هم كاتبينها تحت، مش شايفون الرقم هنا، في 10,000 واحد من الناس ING's. أوكي، فهاي بالنسبة للأرقام عشان تكون عارف إنه يعني ليش الماش بأخذ وقت كتير. تخيل في عندك 44,000 واحد، كل واحد عامل لائحة، وأبصر كم ألف مستشفى، كل مستشفى عامل لائحة فيها 150 أو 200، فـ it takes time to match. أوكي، خلينا نروح على السلايد اللي بعده. هلا هاي برضو 2024، إذا نتفرج هنا بحكي لك أول عمود هذا بحكي لك فيه شو التخصص. في الثاني العمود الثاني بقول لك total positions offered، كم موقع يعني كم سبوت في للإقامة. مثلاً إحنا زي ما نحكي كم عدد مقاعد التخدير في أمريكا كلها، كانوا 2,135 total number of applicants. هذول 2,135 كم واحد مقدم عليهم من كل العالم؟ 2,933، فبيكسوا الرقمين على بعض 1.37 applicants per position. وبحط لك إياهم USIMG و USIMG. هلا اليو اس اي ام جي انسوا، يعني
وفي حدا معاه جنسية، احنا نون يو اس اي ام جي. الماتشت كان 91، الممت ماتشت 119، المقدمين على التخدير بس 210 مش مقدمين، يعني مش من كل العالم. النون يو اس اي ام جيز المقدمين بس على التخدير 201، 91 منهم they matched، 119 they didn't match. طبعا يعني نسبة هاي انا انصدمت منها، كنت متخيل انه التخدير كومبيتيتيف اكثر من هيك صراحة. الاختصاصات اللي احنا بنقدم عليها اكثر شيء هي الباطني، البيدياتريكس، الفاميلي ميديسين، السايكاتري، لكن كل شيء باسبل. اذا انت بالنسبه لي خلص انا بدي نيوروسيرجري ما بديش ثاني غير هيك، مش مستحيل. المستشفى اللي انا فيه في واحد اردني، هو يعني باخذه ممكن واحد كل سنه نيوروسيرجري، بس واحد بالمتش فيه اردني. انت بدك اشي بتقدر تعمله، طبعا في اشياء احسن من اشياء ثانيه، بس هاي الارقام بيقدر حدا يشوفها، هاي الداتا كلها منشوره على موقع ال NRMP اللي هم مسؤولين عن الماتش. في من 2024 اللي هي يعني الماتش سايكل الاخيره، في دوكيمنت تقريبا 300 صفحه فيها مقسمين كل تخصص وكل، يعني بتقدر تجاوب على اسئلتك كلها. هلا راح نحكي اكثر. في حدا عنده سؤال عن هذا الجدول؟ تفضلي. بالضبط. Pediatrics positions 3,130 applicants 2,900، فالناس اللي مقدمين أقل من positions because they didn't match. مثلاً أبسط لك إياها، افرضي نحكي إن يعني جامعة اليرموك معروفة كثير وكل الناس بيروحوا على جامعة اليرموك، أوكي، ومعظم الناس حاطين جامعة اليرموك رقم واحد بالرانك ليست، أوكي، وفي جامعة ثانية مثلاً عندها positions بس مش مرغوبة، ما يعني ما حد بده يروح هناك، فالناس ما حطوها بالليست. فهمت كيف؟ فلو في بجامعة اليرموك 20 مقعد بس اللي حاطين جامعة اليرموك رقم واحد 100، بس 20% هذول they will match. فهمت كيف؟ فا it's a match. يعني ممكن أنت يطلع لك 20 مقابلة بس مش مرتبين منيح، او المستشفيات مش مرتبينك منيح، ما عجبتهم انت، فيو دونت ماتش. فهمت كيف؟ مش انه بيقبلوك انه انت بحكي معك دايركت، انت بتقبل بعرضك اياه، يعني ممكن انا مقابل عندك بس لا انت عارف ولا انا عارف شو انت حترتب شو انا راح ارتب. وهم القانون ممنوع يسالوك اذا انت راح تحط رقم واحد ولا لا، او راح تحط رقم اثنين، بس اذا فايوليشن تقدر تشكي عليهم منهم، ما بصير يسالوك حتى. فهمت كيف؟ عشان هيك اتس ا ماتش. هلا بعد ما يطلع نتيجه الماتش في شيء اسمه سوب او السبلمنتال بروجرام، انه عشان الناس اللي ما متشوا والبوزيشنز اللي ما متش فيها حدا برجع بعمل كمان سايكل ثاني من الماتش عليها عشان يعرفوا البوزيشنز هاي. اوكي هلا نمشي كمان سلايد. هلا هاي بتعطيكم فكرة هيك انه mean number of contiguous shrinks. ايش معنى هذا الشيء؟ معناها انه كل واحد كم الافرج المقابلات اللي اجته. فالنون يو اس اي ام جيز الماتش منهم كانوا 4196 واحد، الافرج جاهم 6 مقابلات. الان ماتش كان الافرج 2.5 مقابلات. فهمت كيف؟ طبعا this is an average. معنى هذا الحكي بترجم كل ما زادت انترفيوز اكثر كل ما زاد احتمالك تمتش. مين نمبر اوف ديستينكت سبيشالتيز رانك، هذا طبعا الناس اللي بدهم يقدموا على زي مثلا النسائيه والاي ان تي والعيون والاشياء هاي. مين يو اس ام اي سكور، طبعا هاي الداتا راح تكون قديمه لانه ما فيش هلا يو اس ام اي ستيب، لكن ستيب 2 خلينا نتفرج على ستيب 2 اللي صار لها هلا سكور. النون يو اس اي ان جيز متوسط علامات اللي متشوا كانوا 245 واللي ان ماتشت 240، مش كبر في الرقمين صح؟ اللي لاحظته انه اي رقم فوق 250 بالنسبه لهم عادي نفس الشيء، يعني ال 250 وال 260 وال 270 اوكي لك افضليه كل ما كانت علامتك اعلى، بس مش زي ما انت متخيل، مش يعني يعني ما طي يعني انا الغلط اللي عملته قعدت سنه ونص ادرس بس انه بجيب علامه اعلى عشان تجيب فرص اني يعني اعمل ماتش، هذا غلط. هلا رح نحكي على العلامات، خلينا استاذنكم. مين نمبر اوف ريسيرش اكسبيرينس، في حدا اليوم سالني عن الريسيرش اللي ماتشت
2.8 والنون ماتش 3.1 يعني الناس اللي didn't match عندهم research experience أكثر من الناس فزي ما حكيت لي بتساعد بس مش ضروري هم عارفين إنك أنت متخرج من مدرسة الطب هم مش جايبين عالم specialist عن research they don't care تعمل research إنه أصلاً متطلب إنك تgraduate إنك تتخرج إنك لازم تعمل research فما تفكر كثير موضوع هذا انا كنت كثير خايف انه لانه ما عندي ريسيرش اكسبيرينس ما عندي الكتف بامريكا كنت احكي خلص بضيع وقتي وضلني ادرس عشان اجيب علامه عاليه لا فانت كل ما توترت كل ما جتك افكار اسئله بتقدر تتفرج على الارقام هاي بتساعد ابسترس مين نمبر فورك اكسبيرينس هاي الورك اكسبيرينس هلا احنا بكون عندنا work experience الامتياز اللي احنا بنعمله هادي work experience اذا انت كنت بتشتغل مستشفى عياده whatever this is the work experience volunteer PhD or another graduate degree هدول مش لنا يعني احنا يعني بنعرف واحد معه دكتوراه ولا حد له صح فمش لنا هاي الارقام بصير راح تاني بعده اوكي Match rates for international graduates هدول النسبة الأزرق اللي هو USNSU والأخضر اللي هو USIMG كنت شوي حكينا عنه هذا الجدول بس حولوها لنسبة فإذا حدا بحب يتفرج عليه هلا هذا الموقع أهم موقع تتفرج عليه وقت الماتش اللي هو هلا أنت كأبليكانت مين في على الطرف الثاني Program Director هذا هو اللي برتب الناس على حسب هو شو بده فبهمك كثير تكون عارف هو كيف بفكر ايش اللي بهمه فالان ار ام بي هذول كل سنتين بيبعثوا للبروجرام دايركتور سيرفي بيسالهم ايش الاشياء كنتوا تهتموا عليها بناء على ايش كنتوا تنادوا الناس على الانترفيو وبناء على ايش كنتوا ترتبوا الناس فهاي تبعت 2024 في واحدة 2022 في واحدة 2020 فبال 2025 ما هيكون في واحدة 2020 هاي اللينك تبعها بس مو شرط بس اللينك تقدر تفوت على جوجل نقدر نطلع من السلايدات ونشوف على بس هيك شوي مو شرط بالضبط اوكي زي ما بدك تنصدموا لما تعرف مثلا انه هو بالنسبة لهم بيهتموا اكثر انه انت كيف الـ interpersonal skills تاعتك during interview مقارنة بعلامتك اذا يعني هم بالنسبة لهم هاي اهم انه انا شو علامتك عالية بس انت يعني خلينا ارجع عندك هلا هو هذا الموقع زي شكله بكون تقدر تروح على تقدر تستمر انا مربي على حدا سلايدات لحالهم السنة هاي السنة الماضية كان عبارة عن PDF فايل فيه 400 صفحة كنت بتتفرج فيه زي كده هلا هذا زي ما حكينا هاي السيرفي بعتوها للبروجرام دايركتورز الناس اللي استجابوا يعني نسبة البروجرام دايركتورز اللي استجابوا كانوا بس 18% لكن 18% هدول هم عبارة عن 1150 program director يعني رقم منيح بنقدر ناخذ فكرة مرتبة عن هذا الشيء applicant selecting behavior okay خلينا نروح review أول بعد interview by applicant type Oh, I'm not going to do it.
لا أعتقد أنك ما تكون. السلايد اللي أفرجيكم إياه هون جاهز هذا. سلكت هاي. اسمه سلكتينج. اسم السلايد سلكتينج أبليكانتس فور إنترفيو. إن هم بناء على أي أساس بيحكوا أنا مثلاً بجي 1500 أبليكيشن. مين من هدول بدي أحكي له تعال على إنترفيو. فهم مرتبين الأشياء هاي الاختصاصات كلها بتقدر أنت من هون زي ما شايفين إذا أنت بدك باطني مثلاً تقدر تحط تعمل مثلاً تشوف البروجرام دايركتور سوى تعمل شو كان يجاوبه إذا بدك تشارد نيورولوجيز بدك بيثولوجيز بدك روتينات الأشياء هاي الاختصاصات كلها. فمثلاً اللون الأزرق عند على الشمال إنه كم نسبة البروجرام دايركتورز اللي بيهتموا بهذا الشيء بشكل عام يعني كانوا 90% بس من البروجرام دايركتورز بيهتموا إنه ناجح في الموضوع. هلا هدول اللون الأزرق، اللون الأخضر هون إنه سألوهم من 1 to 5 كم مهم هذا بالنسبة لك؟ فإنك أنت تكون ناجح في ستيب 1 واضح إنها كثير مهمة، لكن في 10% من البروجرام دايركتورز they don't care. الـ Medical Student Performance Evaluation Data هاي الـ MSPE أخذت 4.1. هناك عندهم كل واحد يتخرج من كلية الطب باخذ دينز لتر احنا نسميه دينز لتر مخصصة له بس له يعني مكتوبة بناء على الإيفاليويشن تبعه بناء على علاماته بناء على كل شيء بيرسونالايز له. هلا احنا هون غير احنا هون دينز لتر واحدة بس بتغير بس اسمك عليها. فهي الأشياء اللي ممكن واحد والله يعني إذا يعني حابين إنه احنا ستاند أوت جنك اللي ممكن تكون غير نقدر نشتغل على هذا الشيء وتكون انه الدينز لتر تبعتنا بيرسونالايزد. لتر اوف ريكومنديشن يو اس ام اي ستيب 2 سكور 83% بس من البروجرام دايركتورز بيهتموا فيها. ففي 17% اللي دونت كير. كم اخذت؟ اخذت 4.2%. خلينا نحكي على علاماتي بالجامعة مهمة ولا مش مهمة بيطلع عليها ولا ما بيطلع عليها. فهي اسمها grades in required clerkship. إذا أنت مقدم على الباطني هل راح يخرج على علاماتك الباطني؟ شو كانت الإجابة؟ 70% من البرو دايركتورز حكوا إنه آه بيطلع عليها. طب كم مهمة هاي بالنسبة لهم؟ أخذت 4/5 فهي بالفعل مهمة. طيب هل بتفرجوا على علاماتي الثانية؟ آه موجودة هون بس مش عارف شو مش أي. موجودة هون بس مهمة والله هي consistency of grades يعني إنه هل أنت بس علامتك منيحة في الباطن يروح الأشياء مش منيحة برضو يتفرج عليها. الفيزا status 33% من البروجرامز بيطلع عليها اللي هم هدول 33% من البروجرامز اللي أصلاً بأخذوا MGs الباقي ما بيطلع عشان MGs 3.9. هلا هدول ممكن واحد هيك يطلع عليهم يقرأهم واحد واحد ويشوف يعني انت لما اكيد راح تفكر ريسيرش انا لازم اعمل ريسيرش لان شو تبعت الريسيرش فيها على ايفيدنس حدا شايف اشياء على ريسيرش ما في حتى يعني مو موجودة هون. فالسؤال اللي دائما نسأله لازم أكون معي ريسيرش؟ لا. لازم أكون مسافر أمريكا وعامل إلكتف؟ لا. بتساعد بس مش ضرورية. أوكي؟ فمش نهاية العالم إذا ما عندك أبلكيشن لإسمك هي إذا بتقدر طبعا بس مش نهاية العالم وما يعني ما تتوتر كثير وأنت تفكر فيها. هلا هاي عشان الانترفيو. هلا بعد ما نادوك على الانترفيو قابلوك بناء على اي اساس ذي رانك ذا ابليكانتس هو السلايد اللي بعده. ايوه هو السلايد اللي بعده. تفرج اول وحده ايش هي؟ انتربيرسون سكيلز 4.8 اهتموا فيها اكثر من مثلا علامتك في ستيب 1 وين راحت او علامتك في ستيب 2 ستيب 2 سكور ايوه يعني
USMLE Step 2 Score كانوا 65% من البروجريفترز بيهتموا فيها وأخذت 4.2 على 5 بينما الانتربرسن سكيلز أخذت 4.8 لما تتدرب على المقابلة وتكون إنه يعني تتدرب على الإجابات اللي بتحكيها وتكون عارف إيش بدك تجاوب وإيش بدك تسأل وكيف تحكي مع الناس هاي كثير بيهتموا فيها فهذا صراحة كثير مهم هذول السلايدين إنه الانترفيو والرأي كان كثير 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 مهم الواحد هسه يروح يطلع عليها وكل ما يتوتر كل ما يحس إنه لا في كثير ناس أحسن مني أنا ما عندي ريسيرش أنا ما عندي أرمات ماتش أتفرج على هاي الأرقام بتريح صراحة شوي هلا نرجع للسلايدات هاي حطيت لكم إياهم بس تبحث على جوجل هيك هذا الشيء بيطلعوا لك هذول وزي ما حكينا هون تصميمهم حسب السبيشالتي إذا بدك تشوف مثلا تشايلد نيورولوجي أطفال الأعصاب مثلا يعني حاطينها لحالها هلا هون راح نحكي عن فقرة الأسئلة شيء ما خلصت هيك بس راح أجاوب على الأسئلة هي نادي إيش واحد كنت أحكيه إنه أنا أكثر شيء كان يخطرني صراحة يعني خلال يعني فترة تقريبا الماتش إنه ليش أنا شو ليش أنا شو المميز فيه إنه يقدر على المقابل شو المميز فيه إني أنا يعني أنا عشان تكون يعني لازم يكون عندي إشي بالسي في أتميز فيه لو كل الناس تميزوا كلنا زي بعض يعني لو كل حدا مميز كان كل الناس عاديين صار في ليفل جديد للتميز انت مجرد انك تخرجت من كليه الطب ومجرد انك وصلت للمرحله هاي مجرد انك صار انك ابلكيشن وسي نيو ستيبس انت اوريدي مميز ف ما تخلوا التفكير هذا يحبطكم يعطيكم افكار سلبيه بس هذا نبلش بأسئلة فقرة الإنستا في عدد منيح من الأسئلة نبلش فيهم دكتور دكتور أي واحد من التخصصات صار كومبتيتيف أكثر هل فعلا الباطني صار أعلى تنافسية من الأطفال؟ أنا كله إلو يعني مش متذكر صراحة هاي الماتش ريت هنا البيدياتريكس ولو بيدياتريكس بالهاي الانترناشونال كليرنس اللي بيمتشوا 77% من الاطفال اللي بيمتشوا بالباطني 53% فنعم الباطني دكتور ممكن شفنا نور وحكت لنا عن فكرة الستيب واليو اس ام ال متى بلشت فيه؟ انت بخبرتك متى ممكن الوقت الصح الواحد يقدر يبلش فيه؟ انا تجربتي ما كانت مثالية مع ستيب 1 يعني كنا نسمع اشياء بس عن طلاب كثير كنت بعملوها بس ما كان يحكونا اللي بدرس على ستيب 1 يعني اللي بعتمدها كمصدر دراسة انا بجيب علامات في الجامعة كنا خلص نتخرج لكن لا اللي هلا في اخواني اثنين صغار يعني اصغر مني بدرسوا بالطب هم دائما ادرس لجامعتك بنفس الوقت لانه يعني نفس المعلومات نفس الطب يعني انت مش بتدرس ولا شيء بالطب ولا شيء بس ممكن يكون بطريقه مختلفه اول شهر شهرين او اول ماده مادتين ممكن تتغلب فيهم بس مجرد ما تبلش تفهم انه
ايش هم الاشياء اللي بيهتموا فيها حيصير موضوع اكثر سهل بالنسبه لك. ف مجرد ما تبلش تاخذ مواد كلينيكال بالجامعه او يعني مواد اللي دخلت من ستيب 1 بتبلش دراسه فيها. هلا اذا ما بلشت والوقت متاخر وانت وحاس حالك سنه خامسه او سادسه لا هذا مش قبل ستيب 1 بنهايه الامتياز يعني. ف اتس عمرك ما حتكون متاخر بس بلش بس بلش. دكتور تحديد ستيب 2 دائما بنسمع انه اليو ورك كافي وكيف نحصل اعلى سكور؟ هلا صراحة أنا نفس الشيء كانت مختلفة، وقت ستيب 1 كان علامة، هلا ستيب 1 ناجح حاسب. هلا إذا أنت بتدرس على ستيب 1 بتدرس على أساس إنك أنت الامتحان بعلامة، فهذا راح يسهل عليك كثير ستيب 2، وإذا كنت أنت دارس ستيب 1 منيح، لستيب 2 اليو ورك مش داعي تعمل أي شيء، ومش داعي حتى تخلص اليو ورك كامل، في يعني في كثير ناس أنا بعرفهم من زملائي اللي كانوا معي في مركز الحسين يعني بخلصوا من 60 ل 80% من الأسئلة بروح على الامتحان بجيبهم يعني اخوان كانوا يعني. فاليو ورك كافي إذا أنت عندك بيس قوية ودارس ستيب 1 منيح. إذا أنت كنت دارس ستيب 1 شبه وهي بس اللي أنجح لا بدك تدرس. بما كان عن ستيب 1 ممكن يرجع بدل باس ترانسفير يعني يرجع بعلامة؟ لأنه هم الغاية أصلا بيخلوهم يحولوهم من علامة وتاسفين محد بعرف ليش هي الغاية من الامتحانات هاي كلها لايسنس بس يتأكدوا إنك أنت في بلدك عن جد كنت تدرس طب ولا بتخوف علينا بس تحولت لتون إنه يرتبوا الأبليكاتس بناء عليها هم ما بدهم هذا الشيء إحنا بس بدنا نعرف أنت تدرس يعني كنت تدرس طب في بلدك بتعرف طب ولا بتعرف طب مش إنه يرتبوا الناس بناء عليها فاكتشفوا انه في كثير ستريس كان على موضوع ستيب 1 والناس بدرسوا كثير على ستيب 1 والابليكانتس اعمالهم بترتبوا بناء على علاماتهم بستيب 1 فحكوا انه لا بنسوي ناجح راسب اللي ما حصل حسابه انه راح ينتقل بكل الثقه يعني على ستيب 1 ستيب 1 راح يروح على ستيب 2 يعني زمان كان يعني اللي ما بزبط ستيب 1 بزبط ستيب 2 معروفه فهلا صار امتحان واحد ولاحظوا انه يعني نفس يعني لسه مشكله موجوده بس عمال هذا تخف شوي شوي زي ما فرجتكم في اثنين نهاية تبعت ماتش سايكل اخر واحدة 2024 الفلترز تاعونهم العلامة فوق 250 يعني اي علامة فوق 250 خلص وفوق 250 يعني ما بيمسكوهم وما بيطلعوا عليهم واحد 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 بيجيهم ابلكيشنز بالآلة هذول ما بيطلعوش على كل علامة الكمبيوتر بيقسم لهم اياهم من 100% ل 200% ل 210% وال 250 وفوق كلهم بنحطهم في كل واحد ف ما في داعي تتوتر كثير بخصوص العلامه وممكن يرجع ستيب 1 العلامه نعم لانه دكتور شو الهدف من الفيرست ريد وايش افضل طريقه للسكند ريد مع اليو وورد؟ هلا الفيرست ريد انك تعرف بس ايش الاشياء هلا انت لما تاخذ سيستم جاي للجامعه ممكن يهتموا باشياء كثيره ممكن لكن لما تروح على الفيرست ايد انك تلاقيهم مثلا اعطتهم بس يعني جزئيات صغيره عن موضوع واحد فالفيرست ريد انك بس تاخذ فكره ايش الفيرست ايد فيه ما تحفظ ما تكون فاهم كل شيء بس تكون عارف عن ايش بحكي هاي بالنسبه لامتحانات الـ NBME بسالوهم متى ممكن يبلش فيهم؟ الـ NBME تبلش فيهم بالشهرين او ثلاث اشهر الاخيرات قبل الامتحانات بعد ما تخلص اليو 1 وتخلص الفاس ال وتخلص الدراسه وتشوف على ال بي ام اي اسسمنت تول عشان تعرف كيف دراستي اليو 1 هي ليرنينج تول فلما تحس حالك انا خلصت دراسه بدي اشوف كيف وضعي تعمل ال بي ام اي لكن تعمل ال بي ام اي قبل ست شهور قبل سنه طيب دكتور كيف نوازن بين دراسه ستيب 1 والمجالات والطريقه المنطقيه؟ زي ما حكيت انه نفس العلم يعني مش اشي جديد مثلا اليوم مثلا انت ما بتبلش بالمجرات اللي هم يعني عن باطل وسيئة لما تبلش بالمجرات اذا بتدرس يعني اذا بتفتح على اليوم وتحل اسئله اليوم حتساعدك كثير اصلا بالمجرات يعني انه نفس العلم نفس الطب نفس المعلومات مش اشي جديد ممكن واحد يحصل على ماتش بدون الكتب بامريكا؟ بدون الكتب بدون ريسيرش وعملت ستيب 1 بعد 3 سنين متخرج طيب دكتور وين عملت الإلكتب؟
عملت إلكتيف كان شهر باطن القلب في مركز ملك أبياء بخدمات، وشهر كان بإمرجنسي ملك الموسس. طيب في تسهيلات بعملها؟ الإلكتيف سامحة مش أطبع بإيش؟ بالباطن فأحنا في كثير أشياء بنخاف منها بنسترس عليها ونسترس. طيب كان في في تسهيلات بعملية الحصول على جرين كارد للأطباء المقيمين؟ طبعاً إذا في هناك إذا مش ذاكر رقم بالضبط بس إذا طالع أكثر من 5 سنين مثلاً إنت بتصير إليجيبل طيب دكتور لو بتقدر تعطينا نبدا عن الكابل ماتشنج والفروقات بينها وبين الماتش العادي. نبدا عن ايش هو السؤال؟ الكابل ماتشنج. هلا الكابل ماتشنج انك انت مثلا شريك او انت قضيه تحطوا رانك ليست واحده لكم الاثنين اوكي بدل ما كل واحد يحط رانك ليست لحاله عشان تكونوا متاكدين انه يا اما احنا الاثنين ما بنمشي او احنا الاثنين بنمشي نفس المكان. فالرانك ليست للكابل شوي اصعب لكن المعظم بنمشي. هلا هاي تعتبر مربيحة لك تعمل ليش؟ لأنه هلا إذا مثلا زوجتي قلت مع الباطني وزوجتي مثلا السي في تبعها أحسن مني بكثير وأنا قلت مع الأطفال أوكي؟ وهم بدهم إياها مثلا بدهم إياها تيجي عندهم بوزيشن تيبل رانك هير و أنا أول رانك بس البروجرام اللي هي حتحطه إذا هي ما اتجهت أنا يعني يا انتم كنتوا شويه في الكلام شو هي سنه ريسيرش والبوست دكتورال بروجرام وايش بيفيد وكيف ممكن نحصل عليه؟ هذول بيفيدوا بتاكيد اذا بدك انك يو اس كلينيكال اكسبيرينس وريسيرش اكسبيرينس قبل ما تقدم على الماتش بتروح هناك بتشتغل الجامعه بتشتغل بالطب لكن انت بتروح بس تعمل ريسيرش بس ريسيرش ممكن تكون براز كمبيوتر معك بتفيدك طبعا انه تعتبر يو اس كلينيكال اكسبيرينس وبتفيدك انه انت عندك ريسيرش. طيب دكتور لو بدي اختص بامريكا بقدر اعمل؟ كيف نحصل عليها بس تواصل مع الدكتور كلها ما في طيب دكتور لو بدي اختص بامريكا بقدر معامل سنه الامتياز؟ بس اذا ترجع هون بدك تعمل امتياز بدك تسوي امتياز مره ثانيه بس بتوقع لو واحد معامل امتياز هون راح ما صح؟ اوكي فقرت الجمهور بس هل عندي سؤال؟ أنا ما عندي سؤال. هل عندي سؤال؟ أفضل. إيش اللي اختلف الانترنال ميديسن بالبيدياتريكس عن البيدياتريكس؟ الانترنال ميديسن بالبيدياتريكس سؤال رائع. الانترنال ميديسن هناك عندهم 3 سنين والبيدياتريكس 6 سنين. في بروجرامز عندهم اسمها ميد بي. الانترنال ميديسن بالبيدياتريكس عبارة عن 4 سنين بتكون عبارة عن 2 أطفال. سنتين باطني بعد ما تخلصهم تقدر تاخذ بورد اطفال او بورد باطني او يعني الدراسه اكثر من سنتين وتكون 4 سنين بس. شو هو السيجنالينج في الماتش بروجرامز؟ هلا السيجنالينج في الماتش بروجرامز انك انت على وقتي انا كان معك 5 سيجنالز انك انت بتقدر مش انا بجرب انه انا مقدم على 102 بروجرامز في معي 5 سيجنالز بقدر اعطيها لاكثر 5 بروجرامز انا مهتم فيهم. اوكي هلا كانه هلا من جديد زادوا السيجنال وزادوا انواعهم بس انك تحكي للبروجرام كيف انه انا مش بس مقدم عليك مهتم بالجلسه هلا اذا بترجع اذا بتروح على الموقع هذا في سائلين البروجرام دايركتورز انه كيف انتم بتهتموا بالسيجنال في بروجرام بيحكوا لك اذا انت ما بعثت لنا السيجنال ما بتقبل وي ويل نوت انفايت يو وفي بروجرام زي ذاك بس هذا هو الموضوع. يعطيك العافية دكتور حكيت انك اشتغلت سنتين في مركز الحسين ايش كنت تتخصص هناك انه في مركز الحسين هو مش اختصاص انت بسموها ترانزيشن انا كنت في الاطفال
تمام، فادك هذا الشيء بالإلكتيف؟ كثير فادني طبعاً. كل المقيمين اللي كانوا معي هناك مقدمين على الماتش، يعني كانوا يقدموا شفت حالات مقدمين على الماتش، لما تكون أنت يعني مع ناس كلهم يلعبون through the same process تشجعوا مع بعض وتسألوا أسئلة. والنترز في الكومنديشنز اللي من الحسين كثير مريحة. الحسين كمان معروف برا عنهم وإنه سمعته كان. يعني أنت لما أزمت له عادي أزمت له على برنامج الإقامة العادي؟ شكرا. يعطيك العافية دكتور، عندي سؤالين. الأول إذا حضرت الماتش من أول مرة ممكن يقدم وكم مرة؟ والثاني إنه آخر فترة صار في شائعات إنه ممكن الماتش تبع طلاب الأردن صعب، صار شوي بالإمكانات بتتسرب أو شيء، فهل عن جد ولا بس شائعات؟ بالنسبة للسؤال الأول، إذا أنت ما زبطت معك أول مرة تقدر تقدم، ما في عدد مرات محدد لما تقدم. بالنسبة للسؤال الثاني، في حكي عن الأردن اللي قال إنه الناس عملهم بتذكر وعملهم بيعملوا تجميعات وجيبوا علامات عالية، لكن لحد الآن فيش إشي، يعني فيش إشي تثبت. اللي ممكن يصير مستقبل انه يخلونا نرجع نسافر برا نعمل امتحانات زي مصر او تركيا او نعمل الدول الثانيه. ايوه سامعيني؟ يعطيك العافية. هلا انت نوهت انه بعد ما تخلص اول اربع سنين او حسب سنين الريزدنسي لازم ترجع على سنتين على الأردن، صحيح؟ طب في حال إذا كملت الفورشيب، حبيت تسوي فورشيب، في نفس الشيء لازم ترجع على الأردن قبل الفورشيب ولا؟ لا، بعد فورشيب. بعد فورشيب. لكن ما حدا بيعملها، ما حدا بيرجع، بيعملوا كلهم اسمها ويفر شيب، إنك أنت بتشتغل في منطقة عندهم أندر سيرفد، يعني زي قرية أو مدينة تكون ريفية بدهم دكاترة، فأنت بتروح تشتغل بعد ثلاث سنين ومش بتطلع ترجع. يعطيك العافية دكتور. بدي أسأل، بفيدك إشي إذا معك الجرين كارد الأمريكي؟ بفيدك، بصير اسمك USIGs. فإذا أنت في البروجرام اللي أنت حاطط، يعني مثلا لو جامعة يرموك أنت بروجرام ما جاب وجه راسه بشكل الفيزا راح يفضلوا، فهمت كيف؟ لكن بشكل عام ما بتعطيك أفضلية على ما معك. ايه يعطيك العافية دكتور. دكتور بيحكوا انه الطلب بامريكا على سيرجر كثير قليل، شو صحة هذا الاشي؟ صحة هذا الاشي هون انه الجنرال سيرجر وين راحت هنا؟ الجنرال سيرجر في 1700 بروجرام، 1700 بوزيشن، اللي مقدمين عليهم 2500. فرصة انك تكمل يعني تقريبا يعني في 1700 مقعد من الاثنين عمير هم 2000 فرصة. يعني كثير بدك سيرجري، بدك سيرجري، بدك تعمل اوبزرفر شيب، تعمل ريسيرش، تروح تعمل كونكشن مع حدا ويطلع لك سيرجري. بس البروسيس اطول شوي من الاختصاصات الثانيه زي ما قلت. طب بتقدر انه بعد السيرجري انه تختص شيء سبيسيفيك؟ هنا عم؟ بالضبط. يعني بتاخذ سيرجري وتاخذ الشيء الثاني ولا انه الشيء الجديد اللي عم تعمله؟ لا تاخذ. اوكي يسلم. السلام عليكم. هسه لو واحد في عنده معارف مثلا هناك، مثلا طبيب بيعرفه هناك مثلا من اقارب وكذا، شو ممكن يساعده هذا في الاختصاص؟ هسا إذا هذا كان بيشتغل بعيادة خاصة ما بقدر يساعدك، لكن إذا بيشتغل بمستشفى وأنت مقدم على نفس المستشفى اللي هو فيه بيقدر يتواصل مع البروجرام دايركتور أو الناس هذول عشان يبعثوا لك انترفيو. أوكي.
طيب يساعد كثير. نعم. طب شو وضع صلاة الجمعة أو يعني العبادات بشكل هناك؟ بس المستشفى اللي أنا فيه يعني تعتبر الولاية اللي أنا فيها المسلمين يعني قلال كثير فيها، والغالبية بيكونوا من الهند وباكستان ودول هاي زي هيك، لكن في مسجد المسلمين وبيعملوا صلاة الجمعة مرتين، مرة 12 ونص مرة 2 عشان الناس، لأنه هناك يوم الجمعة يوم دوام رسمي زي الخميس عندنا، فالناس ما يقدروا يصلوا 12 ولا يصلوا 2. والمنطقة والمدينة اللي أنا ساكن فيها فيها 5 أو 6 مساجد، هسا بيأذنوا جوا المسجد لكن ما بيأذنوا سمع الخارج. فإذا أنت بتصلي هون حتضل تصلي، حتلاقي أي مكان حتلاقي كثير ما تصلي. يعطيك العافية. بدي بس اسال هيك شغله، يعني خصوصا الستيب 2 اذا انت نجحت فيه